في خطوة تهدف إلى تعزيز وإبراز دور أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة أنواعها ودرجاتها ودمجهم في المجتمع، دعت حملة شركاء لتوظيفهم المواطنين من ذوي الإعاقات والذين تنطبق عليهم الشروط إلى المبادرة بتسجيل في الحملة التي بدأت في 28 من الشهر الحالي وتستمر حتى 14 من الشهر المقبل للفئة العمرية من 18 سنة وحتى 33 سنة. الانخراط في سوق العمل مرتكز أساسي في تحسين الرفاه الاقتصادي، لذلك يشكل العمل والتشغيل بالنسبة للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة جزءا هاما في خطط الدولة الإنمائية. وفي هذا الصدد تسعى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى تحقيق هدف تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع كأشخاص مؤهلين وفتح باب الشراكة المجتمعية مع الجهات الداعمة لمبدأ رعاية هذه الفئة. نحاول نوسع هذه التجربة، نوظف معاقين أكثر، نشوف يعني هذه حتكون تجربة لنا، نشوف وين النواقص، وين المشاكل، وين الثغرات ونحاول نسدها. نسعى مو فقط لتحديد أو لتعيين نسبة 4% المحددة المخصصة لأصحاب ذوي الإعاقة، ولكن نسعى لتعيينهم في أماكن تضمن لهم إنتاجية وكفاءة عمل. ويتأتى ذلك من خلال مبادرة معهد البناء البشري لتدريب فئة الرعاية الاجتماعية في الدولة، والتي تتضمن عملية التدريب النوعي لفئة ذوي الإعاقة والسعي لتوظيفهم ودعم مشروعاتهم الصغيرة، إضافة إلى مد جسور الشراكة والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص. معهد البناء البشري صاحب المبادرة في هذه الحملة لاستحداث برامج تدريبية نوعية تخدم مجموعة من الإعاقات بأعداد قليلة جدا. كل برنامج تدريبي راح يحتضن 20 معاق فقط حتى يتم تطبيق تجربة تدريبهم تدريب نوعي مقترن بالتوظيف. جهود كبيرة تقوم بها دولة الكويت متمثلة بأجهزتها المختصة بشؤون ذوي الإعاقة من أجل احتضان هذه الفئة ودعمهم وتمكينهم من خلال توفير بيئة آمنة تحتضن مهاراتهم وتكتشف إبداعاتهم وتستثمر طاقتهم في كل المجالات باعتبارهم قادة المستقبل. نراقب. أهلا بكم مجددا. للمزيد حول الموضوع تنضم إلينا في الاستديو المهندسة عواطف سلمان، مدير معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية. مرحبا بك مهندسة عواطف. حياكم الله. هلا والله مهندسة عواطف، بداية هذه الحملة كيف ترين أهمية هذه الحملة لتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في مجالات العمل المختلفة؟ بداية أحب أهنئ السادة المشاهدين مناسبة شهر رمضان المبارك اللي انتصف الحين، وأشكر تلفزيون دولة الكويت على إتاحتهم هذه الفرصة لتسليط الضوء على هذه الحملة وأهميتها. وإذا بغيت أتكلم عن الحملة وتفاصيلها وأهمية هذه الحملة بالنسبة حق المعاقين، إحنا راح نتكلم عن محورين في هالجانب. المحور الأول أهمية الشراكة المجتمعية التي تمت ما بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني في تسليط الضوء على فئة من ضمن الفئات المهمة جدا في المجتمع، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. فجاءت الشراكة نتيجة للشعور بهذه المسؤولية المجتمعية، وساهمت في إطلاق مبادرة حملة شركاء لتوظيفهم. الحملة هذه تستهدف فئة ذوي الإعاقة، خمس أنواع من الإعاقات: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة الحركية، الإعاقة الذهنية البسيطة، الإعاقة التعليمية. الإعاقات الخمسة تشملها الإعاقة البسيطة والمتوسطة باستثناء الذهنية البسيطة. يقابل الإعاقات الخمسة خمس برامج تدريبية تم استحداثها. كل برنامج تدريبي راح ياخذ 20 من المعاقين يتم تدريبهم تدريب نوعي تأهيلا للوظيفة. دخول الجهات الحكومية بشراكة مع هذه الحملة راح يؤتي ثمارة بإذن الله من خلال إشرافهم على العملية التدريبية النوعية، ومن ثم توظيفهم في ذات المسارات الخمسة. المسارات الخمسة اللي حددت للحملة: المسار الأول اللي هو البرنامج المساج الطبي الإكلينيكي العلاجي والاسترخائي، المسار الثاني برنامج المؤذن، الثالث خدمة العملاء، والرابع الإدارة المكتبية، الخامس اللي هو الحرف اليدوية، امتهان الحرف اليدوية.
اليدوية البسيطة اللي هي مصفف شعر أو فن الميك أب أو مشرف طهي. نعم، لماذا اخترت 20 فقط من هذه الحملة؟ ما هي ما هو الهدف المطلوب من هذه من هذا العدد؟ تعتبر هذه الحملة هي تجربة أولية. راح نقيس التجربة ونقيس أدائها على هذه الأعداد المحدودة، لأن التدريب تدريب نوعي، فراح يصير من شهر 9 إلى شهر 6 هي مرحلة التدريب. التدريب راح تشرف عليه الجهة المعنية بالتوظيف. برنامج المساج الطب الإكلينيك العلاجي الاسترخائي راح يكون تحت إشراف وزارة الصحة ومعهد التمريض في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومع معهد دسمان للسكري. وجود 20 راح يسهل عملية قياس أداء هذه التجربة، مع لأن احنا ما راح نتعامل مع أسوياء، احنا نتعامل مع معاقين. فنجاح العشرين في عملية التدريب وتوظيفهم وتسكينهم في عيادات مرضى القدم السكري راح تعطي شعور بنجاح هذه التجربة، ومن ثم يمكن أن تطبق بإمكانيات أكثر. يعني إن شاء الله إحنا عقب مرور السنة ممكن نقيس التجربة وممكن تطبق على أعداد أكبر، ممكن ينفتح مسار توظيفي ويخصص هذا المسار التوظيفي للإعاقة البصرية مثلا. نعم مهندس عواطف، الحملة بدأت من تاريخ 28، بدأت أمس، كيف ترين الإقبال مع بداية هذه الحملة؟ نحمد الله ونشكر فضل الإقبال عجيب، يعني لدرجة أن الاتصالات إلى الآن ما وقفت. استعداد رهيب للقطاع الخاص في توظيف كثير من المعاقين، نفسهم المعاقين وأولياء أمورهم شعورهم بوجود فعلا برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف، مسارات وظيفية جديدة مثل برنامج وزارة الصحة، برنامج المؤذن في وزارة الأوقاف. هذه برامج شجعتهم على شنو؟ على أنهم فعلا يقبلون على الحملة، وإحنا حطيناها بعدد قليل. صحيح يعني هم كثير يعني كانوا يتمنون العدد يكون أكبر، ولكن هي تجربة أولية ونأمل إن شاء الله تتحقق. خطوة أولى إن شاء الله وتتحقق أهدافها ورح نفتح المجال بإذن الله. إذن ما هي أهم مميزات هذه الحملة لو تحدثت عنها؟ ميزة الحملة أن احنا سوينا مسح لواقع التوظيف الحقيقي للمعاقين في الدولة. الميزة الثانية أبراز دور الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة واستعدادها اللامحدود ورغبتها اللامحدودة في توظيف هؤلاء المعاقين، رغبة القطاع ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مساندة هذه الفئة. نفسهم المعاقين عندهم رغبة في التوظيف، عندهم رغبة في التدريب النوعي. فهذه يعني أنا أقول هذه أبرز النقاط المهمة اللي ممكن إن شاء الله الحملة تؤتي ثمارها وتنجح بإذن الله. لا شك بأن الدولة تهتم اهتمام خاص في ذوي الاحتياجات الخاصة. هل هناك من مشاريع أخرى لمثل هذه الحملة؟ الحملة تستهدف التدريب النوعي، الوظيفة المقترنة بالتدريب، ودعم المشروعات الصغيرة. هناك من المعاقين من لا يستطيع مزاولة المهن الوظيفية، فيفضل أنه يذهب إلى المشروعات الصغيرة. فعندنا تعاون وشراكة مع الصندوق الوطني لرعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ممكن نفتح فيها باب. فهذه بحد ذاتها مشاريع أخرى ممكن تحقق رؤية صاحب السمو. هذه رؤية مستقبل، تفضلي. هذه رؤيتهم في أنه ممكن تنفتح مسارات ونحن نقدر نستثمر الطاقات الشبابية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نعم، هل هذه نظرة مستقبلية بالنسبة للتعاون مع الصندوق الوطني لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، أم أنتم ستبدأون فيها في الوقت القريب؟ احنا صراحة بدينا فيها، يعني احنا اللجنة الإشرافية شكلت من شهر 11 اللي طاف. الحملة كلها استباقية، تم الاستعداد والتجهيز لها من شهر 10، من شهر 11 تقريبا. الصندوق الوطني كان عضو ويانا في اللجنة، وابدا استعداده وامكانيته انه هو يدعم هذه الفئة ويدعم اصحاب المشاريع. وان شاء الله على شهر 10 راح نبدا تزامنا، التدريب يبدأ في شهر 9، صندوق المشروعات راح يبدأ يحتضن مشروعات هذه الفئة على شهر 10 في مرحلة أولية اللي هي مرحلة التدريب، ثم إعداد دراسة الجدوى ثم التمويل. نعم، المهندسة عواطف السلمان مدير معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية، شكرا على تواجدك معنا هنا في هذا الاستديو. الله يحفظكم، شكرا لكم، جزاكم